اهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريدة عبر في مباشر جديد مع الصحراوي مول تيموماش. السيد هذا شبيع يشرف تيموماش بقاو معنا باش تشوفوا القصة ديالو. تفضل سيدي. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله على حظك. السلام عليكم خويا، مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي المغاربة. خويا شكرا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خويا، شكرا للقناة عبير وشكرا للمجيء ديالكم خويا. من دابا راه عامين دابا وكمن ايامات الجائحة ملي خرجت من الخدمة وانا باقي عاطل من الخدمة، دفعت لشحال ديال الشركات باقي راك عارف مع البيطال اللي مازال، ندعو الله سبحانه وتعالى يفرج علينا الشباب جميعا ان شاء الله. خويا كيف جاتني الفكرة ديال تيمومة؟ ما عنديش راس المال باش ندير شي بيعه وشريه ولا ماشي بغيت شي حاجه نديرها بالحلال، فهمتي؟ بغيت نبدا من الاول. ما راك عارف في هذا الوقت راه ما غاديش تقول مي عطيني ولا با عطيني ولا خويا ولا خويا، حنا بنفسنا وتنحمد الله وتنشكروا في هذه البلاد. خويا كيف جاتني الفكره ديال التيمومه؟ اكثريه بالنسبه لي انا اكثريه شحال مره تنخرج ما تلقاش فين نتوضا ومشي، ما نقدرش نقطع الصلاه حيت ما لقيتش فين نتوضا. الله سبحانه وتعالى مسهل علينا، ميسر لينا الصلاه، فان لم تجدوا ماء فتيمموا. وشوف سبحان الله الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى في التيمم، تقدر تمسح جوج مسحات. ها هي التيمومه بحال صابونه، المسحه الاولى تمسح بها وجهك، المسحة الثانية تمسح بها يدك، وبنفس الوقت تحافظ على الصلاة ديالك. خويا الصلاة ديالك هي اللي غتنفعك. خويا كنت خدام كرسي بموتور، من وقعت لي حادثة الشغل أنا خدام، كنت خدام في حي الصناعي حي مولاي رشيد، راك عارف من الشركات اللي كثروا في البلاد مصاصين الدماء. كنت خدام مع شركة ديال السيكيريتي، خدام كرسي، عطيني لواحد الشركة أخرى مستغل. منين وقع عمرني ما نكتبش يبقى فيه الحال، عمرني ما نكتب هاد السنوات كاملين. تعطونا نهار واحد ديال روبو، نهار من وقعت لي حادثه تشق لي الفك ديالي بحال الحادثه اللي كانت وقعت هذاك يوسف مرحبا ديال الملعوبه، كان تشق لي، كانت الطريق مكبوب فيها الزيت، بغيت ندور وطحت على زلق بيه الموتور، طحت على لاموشوار تشق لي طروا فراكسي جوج شقات من هنا وشقه من هنا وترسوا لي السنان صافي. من قال لي داك الباترون تبرات رجعت تخدم، رجعت وي تقلب عليا قال لي تخدم كونطرا سير فوت المحكمه ليه، قال لي خدام كونطرا سير الكونطرا ديالك. بقيت اخويا معاه من نفس الوقت، جا الابتلاء ديال الكورونا، بقيت طالع قبل المحكمه وسميتو وحكمات لي المحكمه بالصريح ديالي، واني داك الباترون تعرف كيفاش يتماطر كيفاش يتلاعب، قال لي ما تاخذ حتى حاجه. اما امشي ما تنتمنى ان شاء الله امشي ما كراش حقي ناخذه في بلادي، زعما ما يضيعش ليا مع هاد السنوات كامله اللي ضاعت ليا، وشاري المحكمه حكمات ليا بالصالح ديالي، وانا باش ناخذ رزقي ما عرفتش كيفاش ناخذ رزقي من عند هاد السيد هذا باش يديروا لي الحس ويعطيني رزقي. حتى انا راه عندي مسؤوليه، عندي والدين، عندي امي مريضه باش نخدم عليها وندافع وحتى نجيب لقمه العيش بالحلال. وبنفس الوقت حتى انا عندي هوايات وشحال من حاجه. ما الفكره ديال تيمومات خويا جاتني الفكره ديال تيمومات حيت امس كنا راجعين الله سبحانه وتعالى، حيت بحبك لله سبحانه وتعالى وبمعرفتك بالدين خاصك تحافظ على الصلاه، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كيفاش تكتب صلاتك دابا؟ تحب في الصلاه تدير تحيات هذاك التحيات هي اللي تكتب بها الصلاه ديالك في الكتاب ديالك. ملي تتحي راه كتبتي الظهر، كتبتي العصر، كتبتي المغرب، كتبتي العشاء، كتبتي قيام الليل، كتبتي الفجر. هذاك هو الكتاب ديالك اللي غادي اللي غيشهد لك يوم القيامه باليمين ديالك. ما خليتيش الكتاب ديالك خويا خاوي. من هذا المنبر تنصح الشباب خوتنا وخواتاتنا ومواتنا وجيراننا، ينصحوا ديما تنصح بالصلاة، حافظوا على صلواتكم وتناصحوا بها واستعدوا. فهمت الصلاة خويا هي اللي
حيث من أركان الإسلام خمس: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، صوم رمضان، الحج من يستطاع عليه سبيله. والله سبحانه وتعالى ميسر لنا في الصلاة. أنت دابا من يامة كورونا كعرف تسدو الأماكن ديال الوضوء، وتمن الأماكن الوضوء كانت ينفعونا بزاف أخويا. تلقاو المسخون، المحسنين كانوا ديما تيشربوا طاولة، ديما تيبان لك المسخون. ما حنا ما أنا ما أنا ما عندناش المسخون في الدار، ما نكتبش. تمشي تلقى سطيلات يقدك واحد شوية قدر ديال الماء سخون، تتوضى فهمتي، توحشنا ما كرهناش. إن شاء الله يندعو الله يا ربي، إن شاء الله يفتحون الأماكن ديال الوضوء، إن شاء الله يا ربي يفتح الأماكن ويفرح يفرح يفرحنا إن شاء الله. راه أمس خويا ما نقولش كله ثمن فهمتي، ثمن بسيط 5 دراهم. أنت 5 دراهم ما كرهتش شتي الشباب ما لقاوش فين يخدموا، ما لقاوش فين يخدموا، يمشي يجيب واحد 20 تيمومة ويضربها في المحطة ديال ولاد زيان ولا في المدينة ويدخل 20 درهم الحلال، يجيب بها واحد العشيوة ولا واحد القويميلة الخوتو سميتو أو جايبها حلال، ما يطلب ما يمد ليدي البنادم لا والو، ما يسعم. أنت تمشي تجيب حلال، تمشي تجيب تهبط البحر ولا تجيب تيمومات، وكل اللي غيعطيك اللي بغى يخلي لك الصرف فهمتي، بعدا فهمتي اللي يعطيك شي حاجه الله يخلف عليه، واللي ما عندوش تعطيها ليه وبانك شي مرا كبيره. انت في نظر ديالك عطيتها شي جارتك مرا كبيره عندها شي 70 عام ولا 60 عام، عطيتها تيمومه، فين ما تبغي تيمومه تبدا تفكرك. وراك عارف الناس كبار مساكن ما تيقدوش على الوضوء، الناس كبار والدينا واللي فيهم السكر ولا اللي فيه شي مرض راه ما تيقدش على الوضوء، تيشد التيمومه تيتيمم. ودك الدعوات راه ما تعطيش شي واحد تيمومه، راه راجل كبير ولا مرا كبيره ولا شي واحد مريض تعطيه تيمومه، فين ما تيتيمم راك تدي دوك الحسنات، وديما تبقى تفكرك وديما يدعي معاك. وخويا انت اللي بغا تيمومه راه نجيبها لي فيما 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 كان، وتنصح بثمن زعما اللي بانت لي الفكره ديال تيمومه وبغى يديرها يساعد بها راسو بما بانت لي ان شاء الله شي خدمه، علاش لا. واللي بغى شي تيمومه نجيبها ليه راه نجيبها ليه في سبيل الله، بغى نجيبها ليه نجيبها ليه في سبيل الله. واللي بغى يشريها راه بغى يخلصني فيها راه تايا وخاطرو، هذاك اللي بغى يعطي شي حاجه راه يعطيها لوجه الله سبحانه وتعالى في سبيل الله. الرقم ديالي راه 0147455081، 0147455081. كنت خدام اخويا وعندي سنه مسؤوليه وعندي كريدي وعندي سميتو، ولكن ما عمتي الله غالب، هذه هي الحياه، ما كرهناش تحقق شحال من حاجه في بلادنا ان شاء الله. بعد راك عارف دابا تم المعيشه ولات صعيبه شويه باش تسري شي حاجه اللي غادي تدخل الدار، راك عارف شحال من حاجه غاليه، شحال من حاجه اللي ما تمن دابا راك تشوف تمن الشباب ولا من العنوسه ولا من شحال من حاجه تتهرب من الزواج باش تزوج ولا سميتو، خاصك شي خدمه ولا شي بيع وشرية اللي غادي تساعدك توقفك على الصح باش ماشي تولد ويقول لك بابا سري لي هادو تبقى تشوف فيه. خاصك ضروري تاتاي تقد على المسؤوليه. تنتمنى انا ان شاء الله ناخذ رزقي من هاد الباترو اللي ضيعني في حقي وندير سنه شي مشروع. اما دابا خويا دابا تنتوكل على الله ان شاء الله، تنبيع فيها التيمومات بما ان شاء الله سهل علي الله بشي خدمه، وما تنفقدش الامل بالله سبحانه وتعالى، ومتوكلين على الله سبحانه وتعالى وحبنا لبلادنا. وراك عارف الشباب المغربي راه ما عطيه ليش حد الافكار من عند الله سبحانه وتعالى، داك فضل من الله سبحانه وتعالى. وخويا شنو نقول لك، احنا ما كرهناش من ناحيه الشباب ما كرهناش يتحلوا هاد الاماكن ديال الوضوء، راك اماكن الوضوء بدات تمشي تتوضى تسمع شي واحد تي باغي يدخل سميتو. و انت من ناحيه هي من الاحسن الماء هذه، فلم اي لم تجدوا ماء فتيمموا، وتتحوب بحال من واحد دابا تيبان لك قطع الصاله مالك ما لقاش فين تتوضى، وما غاديش تدخل المقهى باش تتوضى. بعض المرات تقدر تدخل القهوه باش تتوضى، تدخل مكان الوضوء تلقى فيه ريحه هاشك، فيها ريحه الدخان ديال التدخين. تنصح الناس يبعدوا شويه من التدخين، راه الصحه راه ما امتي راه يجي واحد الوقت اللي غادي يتنادم معك. حال انا كنت مدمن، ماشي
كنت مدمن وعشت واحد العيشه ديال الادمان اللي زعما كنمشي ندير البليه كامله. ما بعد نهار تما وما كنش نصلي. المره كانوا عندي اصحاب سوء، كان مره ماتوا لي جوج دراري صحابي من اصحاب السوء ماتوا الله يرحمهم. صافي مشيت من تصدمت في الموت ديالهم، مشيت جلست انا في واحد البلاصه بقيت نبكي ندعي الله يا ربي يعفو عليا. بقيت نبكي من جيت باش نكمل داك الحشيش ما قدرتش. مرت فيها شي 3 ايام هماك كنت مدمن خويا وربي يعفو عليا. ربي يعفو عليا في نفس النهار اللي تولدت فيه. وقعت لي معجزه ولكن بالدعاء الله سبحانه وتعالى قال ادعوني فاستجب لكم. من تماك الايمان ديالي قوى. نجي تعرف بالدعاء ديالك راه الله سبحانه وتعالى راه قريب. دعيت الله ربي يعفو عليا في نفس النهار اللي تولدت فيه. تولدت انا في ليله 27 رجب، ربي يعفو عليا في ليله 27 رجب. وتقول لك ليله 27 رجب هو ليله الاسراء والمعراج، هو الفضل الكامل ترجع الله سبحانه وتعالى. ومن بعد منين في الايات في القران كنقرا القران تنبقى نشوف الرؤيات. كان سحبوني المره الاولى حماقيت وسميتو حيت كنت نقرا في القران وتنبدا نبكي. صافي بشويه امس صافي خدمت عادي وسميتو مع المده كنت انا خدمت انا عادي. عندي انا هوايات حب الوطن وحب الناس وجاتني الفكره ديال من بعد منين دابا صافي حتى ما لقيت خدمه وقلت اجي نتعاون مع الوقت. وامتي ما غاديش دابا راك تارك عارفه تكون عندك التليفون باش تبدا تخلص كونيكسيون شهر وشي حاجه تقول داركم عطيني جات في الشوم ولا تقول صاحبك ولا. والحمد لله من تحيدت لي البليه وسميتو الحمد لله. وتندعي الله سبحانه وتعالى يهدي شبابنا ان شاء الله ويحافظوا على الصلوات ديالهم. راه ماشي ضروري غدير اللحيه باش يقول هذا راه مسلم. الايمان ديالك راه بالقلب وتحافظ على الصلاه ديالك وتكتبها في كتابك. كتب التحيات من التحيه راه تكتب الصلاه ديالك وتكونوا من احباب الاسره الطيبه. شكرا اخي. شكرا الله يحفظك. شكرا الله يحفظك. تبارك الله عليكم. شكرا. نستودعكم الله الى مباشر اخر ان شاء الله.